الإيمان بأن الله كتب كل أعمار البشر وأرزاقهم في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قبل ما الله يخلق السماوات والأرض ما كان في زمن. معناته إذا كان قبل الوجود كان في زمن، الله بنطبع عليه الزمن. هلا أعطيك مثال. أي. أسماء الله الحسنى تجي بالمصحف كله ما له معطوفة. أي. هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. إلا بآية واحدة. إلا بآية واحدة. هو الأول والآخر. هو الأول والآخر. وهو الظاهر والباطن. فقط. ليش الأول والآخر؟ قال لك الزمن ما بينتبه عليه. والظاهر والباطن المكان لا ينتبه عليه. أما بقية الصفات ما في واو فلا تعطف ولا واحد، لأن العطف قد يدخلها إما في تراتب زمني أو مكاني. أما هو مشان يقول لك أنا خارج المكان والزمان أعطف.